النهارده بنجري مع بنات مصر في مبادره نوره ودوي، فلاول مره نعملها ان شاء الله، وتستمر في كل ايام احتفالات اليوم العالمي للفتاه، وان شاء الله ننقله لكافه محافظات مصر. البرنامج تحت رعايه السيده الاولى، ومرتبط ارتباط كبير ببرنامج تنميه الاسره وحياه كريمه ايضا. فالنهارده معانا بنات من القاهره والجيزه والقليوبيه، وان شاء الله نقل الفكره للمحافظات. الفكره بنقول للبنات احلمي، حققي حلمك، بلدك بتساندك، والتدريب والتاهيل اللي متوفر في البرنامجين باذن الله يساعد البنات في كل محافظات مصر ان هم يبقوا عندهم المقدره على تحقيق احلامهم وعلى التواصل والمعرفه في كافه المجالات باذن الله. والنهارده بنقول لبنات مصر من قلب المتحف القومي للحضاره، حضارتكم بتحترمكم واحلموا. Hello, I'm Frederica Meyer. أنا فريدريكا ماير. أنا سعيدة جدا بوجودي معاكم في اليوم العالمي للفتاة، وهو احتفالية بتقام تحت مبادرتين رئيسيتين وهما نورة ودوي، اللي بيتم تحت رعاية السيدة الأولى لمصر انتصار السيسي. والاحتفالية دي مهمة للأمم المتحدة لأنها بتجمع بين مبادرتين نورة ودوي، وتيجي الفعالية دي في متحف الحضارة المصري. My name is Jeremy Hopkins. I'm the Jeremy Hopkins, ممثل يونيسف في مصر. نحتفل اليوم بمناسبة مهمة، هي اليوم العالمي للفتاة. هذا الماراثون خاص بالفتيات، وهو بقيادة المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وبمشاركة منظمات الأمم المتحدة ومنها يونيسف. ونعنى جميعا بتمكين الفتيات، وأنا شاركت وسعيد بمشاركتي الحقيقة، يعني مهتم جدا وسعيد بمشاركة الفتيات وطاقتهم، لأن ده بيعبر عن القدرات اللي ممكن يقدموها. الحدث النهارده ليه كذا هدف، وهو تسليط الضوء على قضيتين مهمين جدا، وهم التغير المناخي في المقام الاول، وتمكين الفتاة المصرية لتفعيل دورها اكتر في الاحداث العالمية الجارية حاليا. احنا بنتكلم على اليوم العالمي للفتاة، فبالتالي مهم جدا ان احنا نوعي الفتيات الصغيرين من وقت بدري جدا ان هم ليهم دور في المجتمع، ليهم دور في القضايا المهمة اللي بتمس الحياة اليومية بتاعتنا، او حتى القضايا العالمية كمان. فكون ان الفتاة تبقى واعية بكل الابعاد دي لمدى اهمية في المجتمع، ده بيأثر طبعا على كل حاجة في حياتنا يعني.